يعطيكم الصحة على جيدكم بحذنا راديو حياة اف ام. دونك اليوم عندنا ليفينمون اللي هو باش يبدا من اليوم حتى بوندون 3 جور، دونك لو 1 و 2 و 3 سبتمبر، باش نبداو الافتتاح تاعو ان شاء الله اللي هو في ملعب البلدي بسبيخه. عندنا بعد عندنا سبيخه تكور اللي باش تكون في دار الشباب بسبيخه مع شريكنا دار الشباب. كيف كيف عندنا برشا اكتيفيتي سبورتيف. الاوبجيكتيف نتاع التظاهره هذيا انه ننهضوا بالسبور في سبيخه، نعملوا علاش ليه يوليش يولي مهرجان رياضي. وكيف كيف من الحاجات اللي بعد الكورونا حابين نخدموا على بيليه نتاع جي سي رايز اللي هو هذا برنامج وطني، برنامج عالمي، انه من خلال الصحه معناتها الصحه العقليه، انه نرونفورسيو كيما نقولوا لي كاباسيتي في السبيخه في المجال الاقتصادي، في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، برشا مجالات. ان شاء الله تكون ايفينمون ناجح بقدره ربي. دونك عندنا ليزيكيب نتاع الاكاديمي في الكوره، دونك عندنا تورنوا نتاع الاكاديمي، عندنا تورنوا نتاع السينيور اللي هما اكابر، وعندنا باركور ان شاء الله اخر نهار باش يكون فما باركور سبورتيف باش يتنافسوا فيه برشا متبارين. كيف كيف عندنا رونفورسمون مسكولير اللي هو تقويه العضلات، باش يكونوا افيك دي كوتش مع دي سال دو سبور موجودين في السبيخه. لهنا كيف كيف نحب نشكر فريق العمل اللي بالحق هذه اكسيون سور تيرا، دونك فيها برشا خدمه وبرشا جهد، دونك من الصباح وهم يحضروا مازالوا 3 ايام. كيف كيف نشكر شركائنا في التظاهره هذه اللي هي بلديه السبيخه ودار الشباب بالسبيخه اللي عاونونا برشا وكنا يد واحده باش ننجحوا ليفينمون هذايا، وقاعدين ديما نحاولوا انه نشاركوا الهيئات الكل في السبيخه باش انها تنجح ليفينمون. ان شاء الله تكون عند حسن الظن، ان شاء الله تكون من حسن الاحسن هذه اول اديسيون، دونك باش تكون كتجربه ان شاء الله تكون ناجحه كبيلوت، وان شاء الله تكون في الاديسيون الجايين انجح وانجح. اليوم احنا متواجدين مع جماعه جي سي في التظاهره هذه، التظاهره الرياضيه. ان شاء الله معناها تلقى نجاح كبير. احنا كبلديه مساند لهم في ليزيفينمون اللي يعملوا فيهم الكل. حاولنا ندعمهم توسكي متطلبات التظاهره هذه من مواد ومعناها وتسهيل في تنقل مكونات التظاهره. ان شاء الله تبقى نجاح، ان شاء الله تتواصل، وان شاء الله التظاهره هذه تكبر بشوي بشوي، وننتظروا احنا شبابنا باش يجوا يعملوا يشاركوا بكثافه. احنا ديما مساندين لهم، هم نخبه من الشباب الحي والناشط واللي عنده برشا افكار وعنده جرأة كبيرة في أنه يقوم تظاهرات. برشا تبارك الله عليهم عندهم برشا تظاهرات ديما معناها موجودين، ديما في المناسبات الكل حاضرين، كلهم ناشدين وكلهم تبارك الله عليهم متألقين متكونين، عندهم مستويات عالية منضبطين. إن شاء الله يكونوا قدوة للشباب الكل، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. كما تعرفوا الصيانة هي مكلفة، هنا سعين أن نشوفه مع الجامعة ومع وزارة الشباب والرياضة في إمكانية أن تتعهد به، وإحنا نمد معهم يد المساعدة. سد السبيخة نقص مدارج، نقص حجرات ملابس، نقص الناكس. تبارك الله السبيخة كبيرة فيها برشا شباب، هو مرصود لها مشروع باش تخدم. المشروع هذا توا متعطل عنده مدة، أنا هيك توا اللي الأسهم تبدلت وحتى الاعتماد المرصود ليه ما عادش يفي بالحاجة. ان شاء الله احنا هنا قاعدين نحركوا وقاعدين نطرقوا في البيبان الكل، ان شاء الله المشروع هذا يتنفذ. واللي هو تو مهم برشا انه توقع الصيانه نتاعو الملعب باش يبقى معناها صالح. ان شاء الله هنا احنا باش نحاولوا نحطوا اعتماد ونتصلوا بالجهات المعنيه من وزاره الشباب من الجامعه باش تعاوننا، وعلى الاقل الارضيه تبدا من رجله ومهيئه وما نخسروش الانجاز هذا. وزير الشباب والرياضه تقريبا 4 أو 5 سنوات تم ادراج ملعب السبيخه ما شقع فيه مدارج، يعني طولت المده دي 4 أو 5 سنوات لحد الان لم يقع تشييد مدارج. من حق اهالي السبيخه ومن حق رياضيين السبيخه باش يكون عندهم مدارج باش يتابعوا نشاط الفريق نتاعهم. يعني كما كنت تحكي سيادتك انت ربما الاعتمادات مش تتضاعف مرتين ثلاث مرات، لخاطر مش كما عند 4 أو 5 سنوات تكاليف كما توا مش نزاد على مستوى المواد نتاعها. يعني يندرى ما نجموش نعطيو من الساده المستمعين ونقولوا لهم مثلا وقتاش مش تبرمج هذيا ولا تاريخ على الاقل حتى تقريبا. هو راه مبرمج، هو زيد نعطيك معلومه اخرى ابار الملعب تاع السبيخه، راه عندنا ملعب ثاني في منطقة العلم. نعم. مبرمج زادة لكن تو ما راش النور. ثم تعطيلات، ثم انه عزوف من المقاولين تو، خاطر اللي حسب معلوماتي انهم لنسوا ليزابيل دوفر اكثر من مرة لكن ما ثماش عروض مثمرة.
إن شاء الله في المدة القادمة احنا ننتظر زيارة من السيد وزير الشباب والرياضة، يزم يزورنا، هو زار برشا معتمديات في ولايه قروان، احنا زادا ننتظر منه زيارة إن شاء الله باش نخدم عليها مع سد الإشراف، يجينا باش نشوف الواقع عن قرب. فرحان برشا بوجودي مع إذاعتكم، وحبيت نستغل الفرصة هذه باش نقدم إهداء للسبيخة اللي عندهم شخص من سبيخة من 5 المؤثرين في العالم. رانا نحكو مش نحكو على شأن إقليمي ولا شأن وطني، نحكو على العالم، وشي هذا اللي فرح وقت نشوفوا تظاهرات موجودة كيما هكا، نعرفوا اللي نحن الشباب اللي قاعد يخرج من سبيخة راهو باش يتميز، ونحن كهيئة إقليم الوسط الغربي نحن ندعموا التظاهرات هذه، وذاك علاش اليوم سبب حضورنا إلا اللي باش ندزوا مع وليدات سبيخة وبنيات سبيخة اللي هما يكون عندهم شأن إقليمي ووطني ولما لا تكرر ويكون عالمي أيضا. احنا طرف مشارك في التظاهرة هذه في المشروع هذا، متكافلين بفقرة الدورات الرياضية، ثم زوز دورات رياضية، دورة للشباب ودورة لفئة الأطفال اللي باش تحتضنهم دار الشباب، بصفة انه احنا عندنا ملعب معناها اصغر من الملعب البلدي، دونك باش يكون تنفيذ الدورة هذه في دار الشباب ان شاء الله. احنا توا في مرحلة في الفترة هذه بالذات سبتمبر واخر اكتوبر وسبتمبر واكتوبر، احنا مرحلة استقراء طلب الشباب اللي هو نشوفوا شنو هو الانشطه اللي يقترحوهم وشنو الانشطه اللي باش ننفذوهم في السنه الشبابيه. من بين اهم الانشطه المطلوبه هي ديما التنشيط الرياضي، هذاك علاش احنا خصصنا له مجال وحده وماشيين في الرياضات المستحدثه. ناهيك لعلكم انه دار شباب عملت فريق في البيسبول 5 اللي هي من الرياضات المستحدثه، وسنا احتضرنا اول بطوله الجوله الاولى في البطوله الوطنيه، ان شاء الله ماشيين زاده في تاسيس فريق للدوج بول اللي هو كره المناوره ان شاء الله السنه هذه باش يكون، وباش تكون لنا مشاركة أيضا في البطولة الوطنية. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.